السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية المسيلة وبالضبط بلدية مقرة لنقف على هذا المشروع الضخم الذي تم إنجازه في الآونة الأخيرة ويتمثل في مركب لإنتاج قطع الغيار نتاع الشاحنات الثقيلة. إذن هو باستعمال لافوندري المسبكة، وهذا يعتبر أول إذن مركب تابع للقطاع الخاص في إنتاج القطع الغيار نتاع العتاد الثقيل كعتاد الأشغال العمومية والشاحنات. إذن نخلكم تابعوا الفيديو حول هذا الاستثمار الجديد في ولاية المسيلة، واللي يعتبر من الصناعات الثقيلة في الجزائر. إذن نترككم تتابعون، والسلام عليكم. بلدية مقرة بولاية المسيلة تشهد ميلاد أول مركب صناعي متخصص في إنتاج قطع غيار الشاحنات والمقطورات بقيمة استثمار قدرها 173 مليون دينار وطاقة إنتاجية تصل إلى 48 ألف طن في السنة. المركب فيه عدة اختصاصات، الجزء المهم فيها هو المسبكة لافوندري. المادة الأولية موجودة هنا في الجزائر، يعني نسبة يعني ما شاء الله يعني تاع انتيغراسيون تقريبا تصل من 75-80%. نحن كمهندسين خريجين الجامعات الجزائرية ومخبريين وتقنيين وعمال شاركنا في تركيب مختلف الآلات التي ترونها أمامكم. نحن الآن كما تشاهدون أمام وحدة التشكيل The Molding Line، نقوم بتشكيل القالب الذي نصب فيه سهارة الحديد لاحقا. يستخدم المصنع أحدث التكنولوجيا في مجال الإنتاج، وهو يعول على الكفاءات الوطنية وتثمين المورد البشري المحلي من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركاء الأجانب. استفدنا من خبرات الأجنبية في التركيب ومراحل الإنتاج، صينية، ألمانية، تركيا. إنتاج قطع غيار محلية 100% تكون مطابقة والحمد لله للمعايير العالمية. هذا المصنع يعني الاستراتيجي، يعني من المصانع الاستراتيجية في الجزائر، يكون عليه دور يعني كبير في الاقتصاد الوطني، ورايح يعني يخفف من وطأة يعني التشغيل على مستوى ولاية المسيلة، خاصة على مستوى مناطق يعني دائرة مقرة وكل البلديات المجاورة. ونعلم باللي هذا المستثمر يعني راه بدا يعني في عملية التكوين بالتنسيق مع يعني في التكوين في الاختصاص هذا على مستوى مركز التكوين المهني اللي متواجد في المنطقة هذه. يعرف الإنتاج مراحله التجريبية الأخيرة قبل الانطلاق في عملية التسويق، وهذا بعد الحصول على كافة التراخيص الضرورية. احنا درنا استثمار وننتظر الطلبات، يعني خاصة من الشركات الكبرى. نقدروا نخدموا حوايج بزاف، نقدروا نلبيوا حوايج بزاف، نقدروا نديروا الانتيغراسيون الادماج لشركات بزاف اللي راهم يستوردوا من الخارج. المصنع يعتبر قيمة مضافة حقيقية سيعزز من مكانة الصناعة الميكانيكية عبر منتوجات محلية بمعايير عالمية، من شأنها إعطاء دفع قوي للقطاع الصناعي لا سيما صناعة السيارات في الجزائر.